وسد ابن قتادة مكانينا متى ننقل إلى قومين رحانا يكون في اللقاء لها طحينا يكون في فم حشرتي يا لجبي ولهوة عفو معك أجمعينا نزلت من جنة الماضيات فأجلنا القرآن تسجونا قرأناكم فأجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا نعمون سنا ونعف عنهم ونحمل عنهم ما أنزلنا وقالوا ما ترقمنا أشعلنا ونضرب بالسيوف إذا وشينا بسمر من خضر نوابذ أو بدنيا اهتنينا أأنجى مجيم الأبطال فيها مسوق للأمان زيارة منا نشق بها رؤوس القوم شقا ونحتلي بالريق باب تختلينا وإن نضعنا بعد الضيل يبدو عليك وعيقين جدا وارثنا المجد قد علمنا كما أكتم لطاعنا دماغ حتى يبينا ونحن إذا المجد حال خطت عن الحفاظ لنا عن يمينا تجد رؤوسا في غير فرق فما ندري ما لا يتقونا